أعلن أمر سلاح الجو اللواء ركن صقر لجروش اليوم تدمير 3 جرافات بالكامل محملة بالذخائر قبالة ميناء لمريسة غربية مدينة بنغازي. وقال الجروش لبوابة الوسط إن مقاتلات حربية وطيران السرب العمودي قصف 3 جرافات محملة بالذخائر والأسلحة قادمة من غربي البلاد لمدينة بنغازي لدعم تنظيم داعش والتشكيلات المسلحة الموالية له في حربهم ضد الجيش. للمزيد من الأخبار والمعلومات زوروا موقعنا الوسط.الواي.